جولتنا في صحف أمريكا الجنوبية نستهلها من الأرجنتين مع يومية كلارين التي قامت بتحليل 9 استطلاعات وطنية بشأن الانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تشهدها البلاد العام المقبل، معتبرة أن الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر ستخسر أمام مرشح المعارضة في جميع السيناريوهات، وذلك في حال الإعلان عن ترشحها. وفي شيلي توقفت يومية الميركوريو عند تصريحات الرئيس غابرييل بوريتش بشأن أعمال العنف التي أقدمت عليها مجموعة وسط البلاد، حيث تم إضرام النار في مدرسة تم تدشينها مؤخرا وكنيسة وأغلقت الطرقات مما تسبب في العديد من الحوادث. في البرازيل أشارت يومية جورنال دو برازيو إلى أن الرئيس المنتخب لويس إغناسيو لولا دا سيلفا لن يبدأ في الكشف عن أسماء وزرائه المقبلين إلا في غضون 10 أيام. ونختم جولتنا من كولومبيا مع يومية الأونيفرسال التي أفادت بأن الأمطار في كولومبيا، وهي الأعنف منذ 4 عقود، أودت منذ مطلع السنة الجارية بحياة أزيد من 200 شخص.